أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. سنتناول أحبتي الطلبة في هذه الحصة درس السيدة سكينة بنت الحسين. سوف نتعرف إلى نسب السيدة سكينة بنت الحسين، والتي تعود إلى آل بيت النبي، والتي قد نشأت في أسرة عريقة تهتم بالعلم والأدب. سوف يتعرف الطالب حول السيدة سكينة، الاسم الخاص بها، اسم الوالدة، اسم الوالد، النشأة الخاصة بالسيدة سكينة، إذ إنها نشأت في أسرة كريمة من آل البيت، محبة للعلم والأدب. فأبوها سيدنا الحسين سبط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اشتهر بعلمه وشجاعته، وأمها الرباب امرأة صالحة كانت تقول الشعر. سوف نتعرف إلى تاريخ استشهادها، كذلك إلى مكانة السيدة سكينة في الإسلام. بعد هذه الحصة سوف نتفق مع الطالب على أن يقوم بتصميم إما بطاقة تعريفية أو شجرة العائلة الخاصة بالسيدة سكينة، ليقوم بعرضها خلال الحصة التالية أثناء تقييم المشروع الخاص به.